يا كابتن شريف، مليون مبروك، مشرف ومنور. الله يخليك يا فندم، ازي حضرتك؟ والله شرفتونا ورفعتوا راسنا وفرحانين بيكوا قد الدنيا. الله يخليك يا فندم، احنا سعداء جدا ان احنا يعني قدرنا نسعد المصريين النهارده، الحمد لله. والله قول لي بقى، الانجاز العظيم دوت انت كنت محضرين له، عارفين ان انت هتوصلوا للنقطه ديت. انا عارف انه اكيد في صعوبات وفي تعب كبير جدا عشان توصلوا للانجاز التاريخي ده. هو الحمد لله بفضل الله، يعني تدريبات مكثفه طبعا قبل اول بطوله كاس عالم. والبطوله باديه طبعا بدايه، لان دي بدايه تاهيل الموسم الدولي، ودي بدايه المشوار لباريس 2024. فالعالم كله طبعا جاي وجاهز وبيبدا يعني بشكل جيد جدا. البطوله فيها اكثر من 187 لاعب، حوالي 48 دوله. وزياد الحمد لله النهارده يعني طبعا هو كان الاول، كان مصنف زي ما قال لحضرتك ان هو كان من اول 16، فما كانش بيلعب اول يوم. بعد نهايه الموسم اللي فات بقى ترتيبه ال 21، فبدا يلعب اول يوم. هايل. يمكن اول يوم ده بيبقى صعب جدا، بس الحمد لله هو اداه بشكل جيد جدا. مشواره طبعا كان في الدور الاولانيه، يعني كان اربع ماتشات من اجمالي سته، بعد كده كسب لاعب تونسي، بعد كده لاعب مجر، وتأهل اليوم الثاني. اليوم الثاني بصراحه كان يوم صعب جدا من بدايه اليوم، يعني مشواره صعب جدا. اول يوم بطل فرنسا، وبعدين الماتش كله 15 خلصان 15-14، يعني بتعتبر بفرق لمسه. بعد كده بطل تركيا برضو نفس الكلام 15-14 فرق لمسه. ومعظم الماتشات بقى اللي بعد كده كلها ماتشات، كمان بطل فرنسا الثاني اللي كان واخد مركز ثاني في بطوله العالم اللي كانت بتقام في القاهره الموسم اللي فات، فده برضو كان ماتش صعب جدا وقدر يكسبه برضو 15-14. وعمل كامباك كبير زياد، يعني كان خسران وعوض والحمد لله لحد لما كسب. وبرضه بطل ايطاليا وقدر ان هو الحمد لله برضه يفوز عليه 15-14. دي كانت برضه اصعب مباراه تعتبر قبل زياد، هو كان اللاعب ده، لان اللاعب ده هو مصنف وحاصل تقريبا على اكثر من 10 ميداليات في كاسات العالم والجائزه الكبرى. يعني لاعب خبرته كبيره جدا. عظيم جدا. طيب انا دايما سؤالي اتفضل. لا اتفضل يا فندم. بس طبعا الماتش ده يعتبر كمان صعب جدا، لان البطل ده كان مصنف وتقيل قوي، لعيب تقيل، وفي نفس الوقت برضه هو لاعب اشول. وغالبا دايما احنا ما بنلعبش لعيبه قويه قوي شول في مصر. فده كان ماتش يعتبر صعب جدا، وعمل زياد فيه كامباك، كان خسران 15 تقريبا 11، وقدر ان هو يعوض لحد لما كسب 15-14. طيب احنا بالنسبه لنا الانجاز ده هو انجاز تاريخي بكل تاكيد، بس انت بالنسبه لك بقى كمدرب، ما انا هكمل معاك كمدرب، انت كنت متوقع ان احنا نحصد ميداليه زياد يحصد ميداليه، ولا دي ممكن تتحط تحت مثلا بند المفاجاه؟ لا، انا دايما والله ببقى متفائل. وعندي ثقه كبيره الحمد لله في اللعيبه وفي المجهود اللي بيتبذلوا، طبعا لان في ورانا قاطره دعم في كل الاتجاهات يعني. عظيم. فانا دايما بيبقى عندي ثقه ان احنا نقدر نعمل حاجه، بس ان انت تجيب ميداليه دي ما بتبقاش مضمونه بدرجه كبيره، لان احنا مش بنلعب العاب رقميه. اللعبه دي بتبقى ليها، انت بتلاعب مين عنده خبره تقدر لعبت معاه قبل كده، قدرت ان انت تفوقت عليه قبل كده او لا. بلس الحكم برضو بيبقى ليه، هو طرف في الجيم كبير قوي. وطبعا انت عارف برضو بعض الدول الكبيره بتبقى الحكام بيبقوا عارفينهم بشكل كبير، بيقدروا ان هم كانوا لعيبه كسبوا قبل كده. يعني انت عارف حد بيبقى فيه سنه مش تحيز، بس بيبقى دايما الحكم عارف ان اللاعب ده بيكسب واللاعب ده لسه ما كسبش قبل، ما عملش ميداليه قبل كده برضه، فبيبقى في حته عاطفة اللاعب اللي قدامه وزنه عامل ازاي. مفهوم. فانت لازم تلعب، فكنا متفق انا وزياد ان احنا لازم نلعب بقوه وتبقى لمساتنا واضحه، واللمسات يعني قدر الامكان تبقى كبير جدا للحكم، علشان ما الحكم يا اما ما يتلخبطش او ما يجيش في صف اللاعب الثاني. يعني دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، وانا عارف انها بتبقى صعبه يعني. عظيم. ولكن الحمد لله النهارده توفيق ربنا، يعني معظم اللمسات اللي هي كانت 14-14 وخلصنا 15-14 دي كانت لمبه واحده. ودي بتبقى صعبه جدا وبتبقى نادره جدا في لعبتنا، يعني لان اللعبه دي قويه وسريعه، وحضرتك بتجيب فيها التارجت بالبوانت او بعرض السيف، فدايما بيبقى في حته اللمبتين موجودين.
من فضل الله علينا النهارده في 14-14 دي معظم المدرسه كانت لمبه واحده لزياد، فكان الحكم ما بيقدرش يقول اي حاجه يعني. عظيم جدا. طيب انا عارف ان في بطولات جايه وفي بطولات مؤهله بعد كده للاولمبياد، حضرتك تشرح لنا بس احنا ازاي نقدر نوصل الاولمبياد باكبر عدد من اللاعبين؟ هدفنا اصلا يبقى عندنا كام لاعب في سلاح السيف وسلاح اخر، يعني احكي لي او اوصف لي الوضع عشان نستنى ايه في الاولمبياد باذن الله. هو ان شاء الله التأهيل رسميا هيبدا 1/4 القادم، واحنا التارجت اللي احنا حاطينه مع الاتحاد المصري للسلاح ان احنا نتأهل بفرقتين، فريق رجال وفريق سيدات. عظيم. فاحنا مش بنشتغل على انديفيدوالز، احنا بنشتغل على تيم. هايل. فان شاء الله طبعا كل البطولات اللي حضرتك بتلعبها دلوقتي اللي هو من بدايه الموسم دي لحد شهر 4 ونستمر في التأهيل لمده سنه، يعني من 1/4 لحد 30/3 السنه اللي بقى في 2024 بينتهي التأهيل. ممتاز. واخد بال حضرتك؟ ممتاز. فبالتالي احنا هيبقى المشوار كبير، بس احنا دلوقتي احنا لسه لاعبين اول الموسم، فالتارجت بتاعنا ان شاء الله ان احنا نتأهل بتيم من سلاح السيف رجال وسيدات. ممتاز ممتاز. فهو الموضوع مش سهل، احنا الحمد لله ترتيبنا في الفرق هو رقم 7. هايل. احنا 7 على العالم. وعلشان حضرتك تتأهل لازم تكون من اول 16 فريق على مستوى العالم ان شاء الله. بكره ان شاء الله عندنا تشالنج جديد باذن الله في البطوله. هنلعب بكره فرق ان شاء الله صباحا مع اليابان، وان شاء الله اذا ربنا اراد وكسبنا نلعب ان شاء الله كوريا بطلة العالم. يا الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله، وبكره نبارك لك باذن الله يا كابتن. انا بشكرك، شكرا جزيلا كابتن شريف البكري مدرب منتخب مصر لسلاح السيف. انا بشكرك ومليون مبروك لزياد السيسي برونزيه بطوله العالم لسلاح السيف، انجاز تاريخي، اول ميداليه لمصر في سلاح السيف، حاجه تفرح وحاجه تسعد. وانا دايما بحاول اميل على الالعاب الاخرى بعيد عن كره القدم، عشان بصراحه شديده يعني بصراحه شديده انجازاتنا في الالعاب الاخرى اكبر بكتير من انجازاتنا في الكوره. مش يعني مش تهبيط كده او حاجه تزعل، بس هم دول لازم ياخدوا حقهم. الابطال دول بقى اللي فعلا بيشرفونا، اللي فعلا بيشرفوا بلدهم، اللي فعلا بيعملوا انجازات طول الوقت، بيعملوا انجازات طول الوقت، بيرفعوا علم بلدهم، دول يتحطوا فوق الراس، نقعد نتكلم ونغني ونفرح بيهم زي ما هم دايما بيفرحونا.